مشاهدينا الأكارم أينما كنتم، مساء الأنوار، مساء كله خير وسلام ومحبة، مساء يشبهكم في صمودكم وصبركم وقوتكم وتغلبكم على الظروف الصعبة التي تمرون بها في وطن أثخنته الحرب وتنازعت فرحته أطراف لا ترحم. في برنامجنا حيث الإنسان نلتقي من جديد لنرحل حيث الإنسان يعاني ويصنع معجزاته بالمتاح والممكن رغم شحة الإمكانيات وغياب الدولة ورغم الإهمال المتعمد من الجهات المعنية التي لا تسمع ولا تصغي ولا تلتفت إلى معاناته. مشاهدينا، في قصة جديدة اليوم سيعود بنا حيث الإنسان إلى ريمة وما مثل ريمة، لكن قبلها دعونا نستعرض معكم أسماء الفائزين في الحلقة 18 وهم: الفائز الأول تهاني علي محمد حيدر من محافظة إب، الفائز الثاني القسام يوسف عبد الرحمن مطهر من تعز، والفائز الثالث صالح عامر سعيد العامري من حضرموت. إذن مشاهدينا، الثلاث جوائز بانتظار الفائزين معنا هذه الليلة، ومقدار كل جائزة 100,000 ريال يمني. الآن إلى قصة جديدة تحملنا معها إلى حيث الإنسان. مشاهدينا، المغرب كفاح من أجل مياه الشرب القليل من مقومات الحياة إلى ريمة وتحديدا كسمة، حيث يعيش الناس بكثير كثير من السكينة والقليل من مقومات الحياة. لنرى ماذا قدم حيث الإنسان هناك وماذا ترك من أثر. أينما وليت وجهك بعيداً عن المدن والسهول ترى أفقاً آخر للحياة. أفقاً يفتح الأعين على حياة معلقة بين السماء والأرض. هنا في ريف محافظة ريمة وتحديداً في مديرية كسمة يعيش الناس بكثير من السكينة وقليل من مقومات الحياة. المنطقة تعاني من عدم توفر الخدمات الأساسية بشكل عام، سواء على المستوى الاقتصادي أو المشاريع الخدمية كالمدارس، كالمياه، كخزانات الماء، كالمصارف الصحية وغير ذلك مما تحتاج المنطقة. ثم على أن أراضيها الزراعية تحتاج إلى مياه، إنها لا تثمر بسبب عدم وجود المياه. بسطاء يتشبثون بالأرض رغم قساوتها كما تشبث بها الأجداد. سقف آمالهم وأحلامهم لا يتجاوز حدود الخبز والماء والصحة والمدرسة والطريق، تخفف عنهم جبروت العزلة والإهمال. ما بشم عندهم إمكانيات، لأن الإمكانيات كثيرة هي، وبعض القرى ما تتحمل القرية هذه المبلغ هذا الذي يحتاج محل المياه لتصل إلى للتصلح والتنظيم، ما يقدروش يدفعوها 500,000 600,000 غرية، يعني تحصل الناس منهكين يلا يغطوا اللي حولهم. لا يبدو شتاء ريمة كصيفها، كما لا تبدو الحياة متخففة من مواقف السياسة كما هي الآن بين هؤلاء. اليوم الآن أصل يتعلقون بالجبال ولا يخشون أن تلتف حول أعناقهم، لكنهم يخشون الحروب والكوارث وتفشي الأوبئة. في يعني بالنسبة للحالة المرضية في هذه القرية اللي احنا فيها، يعني في حدود 18 12 واحد، هذا خلال شهر الانتشار وقع. وما الحالة المشتبهة يعني تتعدى 30-40 حالة في المنطقة هذه. أيوة، المشتبه الذي أجاله مسار. بين هذه المنحدرات تتجول خطوات أطفال وكهول لا يدرون من خذل الآخر، والواقع أن الجميع مخذولون. تمر السنوات
ولا تترك على وجوه البسطاء سوى شحوب إضافية وتمضي. نحو 400 نسمة في قرية المغربة المعزولة عن الخدمات والطرق يكافحون للحصول على مياه الشرب النظيفة. رحلة يومية يخوضها هؤلاء الصغار بحثاً عن مياه الشرب، ويتسابقون إلى هذا النبع قبل أن تطأه المواشي. مسافات طويلة يقطعها الأطفال حفاة تحت شمس حارقة في طريق ضيقة وشاهقة. منطقة العين تبعد عن القرية في حدود نصف كيلو أو كذا لما يصل الماء، فلذلك الأسر أغلبها تعتمد على نقل الماء فوق الأطفال وفوق النساء. مما سبب ذلك أن البعض يتأخر عن الدراسة في المدرسة، يؤثر أولاً هذا تأثير سلبي على الجانب التعليمي، وكذلك الجانب أن الطفل يعاني مشقة في نقل هذا الماء. هذه المياه الآسنة والملوثة كانت مصدرا للعديد من الأمراض والأوبئة، وعلى رأسها الكوليرا الذي ضرب سكان المنطقة ولا يزال. لا ما بشربش منه أنت، ولكن قدوم عاد الكبار كل ما عيب طار يودوا له القرصة ويشرب يعم ومنه هذا الشرب. إلا ما حضرت لهم المرارية هذه والكوليريا هذه والتسوس هذا بالهرسية بالأوجاع بالحجار بالحصم فاتش ليل ونها هو ضاحي. الكلب يتبع يشرب منه، الحمار يشرب منه، البغلس يشرب منه، إحنا نشرب القرية يشربوا منه. سنوات طويلة جبل هؤلاء كغيرهم من بسطاء الريف على هذا الحال، وحين لم يجدوا صوتاً يزفون إليه عجزهم حضر فريق حيث الإنسان لمؤاساتهم. يعملون بحماسة لتمكين الأهالي من تجاوز عطشهم ومصدر مرضهم، يصارعون واقعهم المر بصلابة للخلاص من أرقهم اليومي، ويفتتون بعض اليأس. حياتهم تجربة مدهشة يمسكون بتلابيبها كي لا تسقط منهم فيسقطون معها. من هنا يرقب أهالي العزلة كيف يصعد الأمل على أكتاف الرجال، حيث لا طرق ولا وسائل نقل، حتى الحمير تقاسم الناس العمل والتعب. قطرة خير قد تحدث في العتمة نور، قد تجعل لليل ضمير، قد تبقي فينا الإنسان. صار بإمكان أهالي قرية المغربة الحصول على قطرات ماء نقية وللمواشي أيضاً، إنهم سعداء بالحصول على ماء نظيف. والله نشكركم على تواجد على في مشروعنا هذا الجديد الذي قمت فيه، وله نتائج إيجابية فيما بعد هذا
لانه في تحسين هذه المياه وخروج المياه الجوفيه تتحسن لمكان هذا وتخرج على حنفي. اولا توفير مياه وتوفير وقت وصحي في نفس الوقت. الان بعد ما وصلكم انتم احنا شعرنا بالحياه وشعرنا وكرمكم الله. الان وقد استدارت الشمس بات بوسع هؤلاء منع تسرب الامل من اصابعهم وعدم الاستسلام للعجز والفاقه. أهلا بكم مشاهدينا. قيل يكون حكم الدولة أفضل إن كان عندها القليل من القوانين والكثير من الخدمات. في اليمن يصاب الناس بالكوليرا والأمراض والأوبئة نتيجة عدم وجود المياه النظيفة والمراكز الصحية، والأهم من كل ذلك شبه الغياب الذي لمسه فريق برنامج حيث الإنسان في أكثر من مكان للتعليم. إنها الدولة التي انحضرت دون خدمات لا تكون إلا دولة جباية، لا دولة بدون خدمات. ريمة وتحديدا منطقة كسمة أحد الشواهد الثقيلة على هذا التردي في الخدمات. يخلص رجال الدولة فقط حين يتجاوزون مصالحهم الخاصة. بالتأكيد مشاهدينا الكرام تابعنا معا تفاصيل قصة الليلة وركزتم فيما جاء في تفاصيلها حتى تتمكنوا من الإجابة على سؤال الحلقة. وإليكم سؤال الحلقة 20. كم عدد سكان قرية المغربة المستفيدين من الخزان؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول 500 نسمة، الاختيار الثاني 150 نسمة، الاختيار الثالث 400 نسمة. إذن مشاهدينا ما عليكم سوى اختيار رقم الإجابة الصحيحة فقط من الإجابات الثلاثة الظاهرة على الشاشة وإرسال فقط رقم الإجابة إما واحد أو اثنين أو ثلاثة على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج، والمتاح والوقت المتاح لكم مشاهدينا للإجابة على السؤال من هذه اللحظة وحتى الساعة الخامسة من عصر اليوم التالي. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدين أهلا بكم إلى هذه الفقرة والتي نقوم فيها باختيار الفائزين الثلاثة معنا بجائزة حلقة الأمس، وسنقوم الآن باختيار ثلاثة فائزين عن سؤال الحلقة 19. وكان السؤال يقول: ماذا كانت تفعل جميلة قبل إصابتها باللغم؟ هل كانت تعمل في الزراعة الاختيار الأول، أو من الاختيار الثاني كانت ترعى الغنم، أم الاختيار الثالث وظيفة عامة؟ الإجابة الصحيحة كانت الاختيار الثاني، فقد كانت جميلة تعمل في الرعي قبل أن تصاب بلغم ميليشيا الحوثي. الآن سنقوم باختيار ثلاثة فائزين، وقيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني لكل من أجاب بشكل صحيح واختار رقم 2 الإجابة الصحيحة. إذا مشاهدينا الكرام ثلاثة فائزين وقيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني. بسم الله سنختار الفائز الأول. إذن مبروك للفائز صاحب الرقم 00967771957513. مبروك إذن لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة 100,000 ريال يمني مقدم من برنامج حيث الإنسان. والآن نختار الفائز الثاني وأيضا قيمة الجائزة 100,000 ريال يمني. مبروك لصاحب الرقم 00967772480682. مبروك 100,000 ريال لصاحب الرقم إذن الظاهر على الشاشة وهو الفائز الثاني معنا عن سؤال حلقة الأمس. الآن أيضا سنختار الفائز الثالث وقيمة الجائزة أيضا 100,000 ريال يمني. إذن مبروك لصاحب الرقم 00967775033366. إذن الفائز الثالث صاحب الرقم الظاهر على الشاشة أيضا 100,000 ريال يمني. مبروك للفائز، مبروك للثلاثة الفائزين
100,000 ريال. ما زالت لديكم مشاهدينا الكثير من الفرص من الآن وحتى نهاية شهر رمضان للفوز معنا بالجوائز المالية المقدمة في برنامج حيث الإنسان، ومقدار الجوائز 300,000 ريال توزع على 3 فائزين ممن يجيب بشكل صحيح على سؤال الحلقة والذي يأتي من تفاصيل القصة التي تعرض في البرنامج، ولأنهم يلتزموا أيضا بمعايير المعايير الصحيحة للمشاركة فقط إرسال رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3 دون أي إضافة لأحرف أو كلمات. مشاهدينا الكرام، لن نذكركم بثلاثة الأرقام التي اخترناها قبل قليل بشكل عشوائي للثلاثة الفائزين معنا عن سؤال حلقة الأمس، وقيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني. مبروك للأرقام الثلاثة والتي ستظهر معنا الآن على الشاشة مرة أخرى. إذن مبروك للأرقام الثلاثة الظاهرة على الشاشة، وما زالت لديكم فرص أيضا للفوز معنا يوميا في برنامج حيث الإنسان. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا، مبروك للفائزين الثلاثة الجوائز المالية عن حلقة الأمس. بإمكانكم الفوز أيضا معنا بثلاث جوائز مالية عن حلقة اليوم عند إجابتكم بشكل صحيح على سؤال حلقة الليلة. والسؤال يقول، وأذكركم بالسؤال مرة أخرى، يقول السؤال: كم عدد سكان قرية المغربة المستفيدين من الخزان؟ والاختيارات الثلاثة هي: الاختيار الأول 500 نسمة، الاختيار الثاني 150 نسمة، الاختيار الثالث 400 نسمة. ما عليكم سوى اختيار رقم الإجابة الصحيحة وإرسالي على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج للمشاركة، ولا تكون لديكم فرصة للفوز معنا بإحدى الجوائز المالية. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا هو سؤال الحلقة اليوم التي كانت من محافظة ريمة، وبالتأكيد تابعتم تفاصيل هذه القصة. ما عليكم سوى الإجابة بشكل صحيح على سؤال الحلقة وإرسال فقط رقم الإجابة على رقم الواتساب الخاص في البرنامج، وستكون لديكم فرصة للدخول معنا في السحب على إحدى الجوائز المالية الثلاث، وقيمة كل جائزة 100,000 ريال يمني. بعد انتهاء هذه الحلقة مباشرة سنجري التواصل بالفائزين الثلاثة الذي فازوا معنا عن حلقة الأمس حتى نتمكن من إرسال الإجابات المبالغ المالية لهم إلى حيث ما كانوا، يعني بالكثير حتى حلقة الغد. إذن مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة وصلنا، أذكركم بسؤال الحلقة بأن السؤال موجود لديكم في البرنامج، بإمكانكم متابعة إعادة البرنامج وأيضا من خلال المواقع الخاصة والصفحات الخاصة بقناة بلقيس على وسائل التواصل الاجتماعي لتذكر السؤال وأيضا لمتابعة القصة والفيلم حتى تتمكنوا من معرفة الإجابة الصحيحة للسؤال. نلقاكم غدا إذن مشاهدينا الكرام، وقصة جديدة وجوائز جديدة مستمرة معكم يوميا من برنامج حيث الإنسان. في أمان الله.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.